السلام عليكم. ما بقى غير أسابيع قليلة وننتقل إلى باريس وموعد ضربته هواوي متعودين عليه كل سنة لإطلاق واحد من أقوى أجهزتها في كل سنة، وبرأيي واحد من أفضل هواتف التصوير بالعالم وسلاح هواوي الأساسي لقتال الجالكسي S20 وبكل أطيافه. هذا الجهاز من هواوي هو الـ P40 اللي راح يكون به ثلاث نسخ، ثلاثة مخيفة، الـ P40 العادي والـ P40 برو والـ P40 بريميوم. لا مو بس هاي، إن صحت أخبار اليوم فالـ P40 راح يكون بسعر أساسي أرخص من الـ P30 اللي انطلق العام الماضي. مرحبا وياكم حسن من قناة تيك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم. طبعا متعودين على الشاشات الجميلة الأولد اللي بعائلة البي من هواوي، لكن الأخبار تأكد أن البي 40 برو والبريميوم راح يكونون بشاشة منحنية الأطراف من أربع اتجاهات وليس مثل شاشة المي 30 برو الووتر فول. الدقة بالبي 40 ما راح تتغير وتبقى ثابتة عند الفول اتش دي بلس وبكل الطيف من هاي الأجهزة. القياسات راح تتفاوت، أغلب التقارير تقول أنه سلسلة البي راح تكون بشاشات بمقاسات كالآتي: البي 40 العادي بمقاس 6.1 بالعشرة إنج، والبرو 6.5 إنج، والبريميوم 6.8 بالعشرة إنج. أيضا البرو والبريميوم راح يجون بقطع أو نوتش بشكل كبسولة لكاميرتين للسلفي وليس كاميرا واحدة. لكن فيكات هواوي توها بلشت، ظلوا وياي وشوفوا شلون. هواوي راح تستعمل معالجها الخاص بعائلة البي 40 وبكل أطيافها، هو الكرن البطل 990 بمعمارية 7 نانومتر EUV. هذا المعالج ممتاز خصوصا بقدراته الحسابية والذكاء الاصطناعي للمعالج، لأن بي وحدتين كاملة MPU، يعني متفوق تماما على أبل وكوالكوم وسامسونج مجال معالجة البيانات. لكن عيب هذا المعالج من قارنه بالكوالكوم سناب دراجون أو الإكسينوس 990 من سامسونج أنه يستعمل معالج رسوميات ممتاز لكن من العام الماضي، هو المالي G76 وليس G77 مثل ما تستعمل سامسونج، وليس الأدرينو 650 اللي تستعمله كوالكوم. طبعا كلامي ما يعني انه المعالج مال الرسوميات سيء او شيء، لكن لازم انبه كل الاصدقاء على الفروقات البسيطه قبل ما تقررون ان تشترون هذا التليفون من عدمه. ولازم اقول له انه اذا يحب يشوف اكو جهاز افضل فاقول له نعم اكو بمعالجات رسوميات افضل، وهو يقرر يشتري ام لا. طبعا ايضا الاخبار تقول انه هواوي ما راح تستخدم رامات LDDR5، لان يعني الشركتين الوحيده بالعالم اللي صنعها حاليا هي سامسونج غريمها اللدود ومايكرون الأمريكية، وهاي ما تقدر هواوي تتعامل وياها قانونا. لكن هواوي قررت أن تعوض باستعمال رامات بسعة 12 جيجا LDDR4 بكل البي 40. أما خيارات التخزين فهي كلاسيكية من هواوي 128 و256 و512 جيجا UFS 3.1 الأحدث. أيضا دعم لبطاقة الذاكرة الخارجية الخاصة النانو من هواوي بسعة 256 جيجا فقط. لكن اللي يميز هذا الجهاز بحسب آخر الأخبار هو مودمات الإنترنت الأحدث أو الواي فاي 6 بلس، اللي هي أسرع بحوالي 25% من الواي فاي 6 الحالي من ناحية الفور جي والفايف جي. وبحسب هواوي فإن كل المودمات من الجيل السادس توصل فعليا بالضبط بالتحميل لحوالي 900 ميجا، أما الواي فاي 6 بلس فيبدي بحوالي 1200 صعودا ل 1500 و 1600 ميجا بت بالثانية. طبعا اذا انت ما الك واهس وما متابع عالم التقنية وما تعرف انه اجهزة البي من هواوي هي مخصصة لتصوير الفوتو، فخلي اوضح لك التالي: البي 40 بكل انواعه راح يكون وحش تصوير، عدسات من لايكا الالمانية موجودة بكل الطيف، لكن العدد والمواصفات متفاوتة بينهم وكل واحد على قد فلوسه مثل ما نقول احنا العراقيين. المهم البي 40 بريميوم راح يجيب خمس كاميرات، اهمهم تيليفوتو بيروسكوبيك زوم قدرة 10x اوبتيكال زوم، مقاس العدسة او الفوكال لينث العدسة هو 240 ملم. أما الـ P40 برو فيجب عدسة تليفوتو أيضا بيروسكوبيك لكن بـ 5x أوبتيكال زوم وفوكال لينث العدسة عند الـ 120 ملم. أما الـ P40 العادي فيجب كاميرا تليفوتو لكن بـ 3x أوبتيكال زوم وبعدسة فوكال لينث مالتها هو الـ 85 ملم. الـ P40 برو والبريميوم راح يكونون ببيئة كاميرات مستطيل مشابه للـ S20 بلس، وظهرت عدة رندرات لهذا التصميم مثل ما تشوفون. أما الـ P40 العادي فظهرت ليوم أمس عدة صور مسرة
تظهر النيا بتصميم زجاجي مشابه للبي 30 برو لكن بسماكة أكبر، والظهر الزجاجي راح يكون مات أو طافي جميل ويحسن لك المسكة جدا. كاميرات التصوير الأساسية هي بعدسة وايد وقوة 52 ميجا بكسل. الكاميرا الثانية في كلهن موجودة هي السيني لينس قوة 40 ميجا بكسل مخصصة للفيديو. راح تستعمل هواوي متحسسات سوني الأحدث وعدسات من لايكا حتى تنطينا تجربة تصوير متفوقة لأبعد مدى. أيضا كل الأجهزة راح يكون بيها TOF سنسر للعمق حتى البي 40 العادي، وهذا راح يحسن من جودة التصوير والبوكيه سواء بالفيديو أو الفوتو. طبعا هاي الايام الا اذا انت عايش بكهف فتكون ما تعرف مشكلة هواوي ويا امريكا، واذا ما تعرفها هم راح اختصر لك اياها. باختصار هواوي ما تقدر تتعامل او تستخدم اي منتج امريكي لان الحكومة الامريكية ما تسمح بهذا الشيء وتقول انه هواوي وكيحة وما تسمع كلام ماما وبابا، وبما انه جوجل شركة امريكية فهواوي ما تقدر تشتري من جوجل حق استخدام خدمات جوجل مثل الجيميل والبلاي ستور واليوتيوب لان عمو ترامب ما يقبل. فاذا بعد هذا الكلام كل البي 40 برو راح يجينا كل أطيافها بدون خدمات جوجل اللي تقدر تنزلها بسهولة جانبيا أو سايد لودد، وصار هذا موضوع عادي. وإذا ما يعجبك تنزله فتقدر تعتمد على خدمات هواوي اللي بدأت تقترب نوعا ما من جوجل، وحتى التطبيقات اللي بدأت تزيد متجرها وصلت لحد 50,000 تطبيق من التطبيقات الأساسية. الخبر الأجمل والأهم واللي يهمنا إلنا كمستخدمين دائما وفي كل وقت وأي وقت أنه نحصل على الجهاز بمواصفات أفضل وبسعر أرخص. والأخبار اليوم نقلا عن مسؤولين في هواوي أنه هواوي قررت خفض أسعار أجهزة البي 40 برو 200 دولار عن السعر الأساسي اللي نزلت به أسعار البي 30 برو. يعني البي 30 برو بدأ العام الماضي بأوروبا بسعر 800 يورو، هاي السنة البي 40 راح يبدي ب 600 يورو، أما نسخة البرو من البي 40 فراح تبدي ب 800 يورو بدل الألف اللي كانت يبدي بها البي 30 برو. وطبيعي ما ننسى أنه النسخة البريميوم من البي 40 راح تبدي بحوالي الألف يورو، يورو ينطح يورو. زين ما سألتوا أنفسكم ليش هواوي سوت هذا الشيء اللي رهيب جدا برأيي؟ أكو عدة أخبار وتسريبات وتفسيرات لهاي الحركة من هواوي، لكن اللي قالته هواوي انه بما انه هي ما راح تستخدم خدمات جوجل فهي فرقت من السعر 49 دولار كانت تدفعها هواوي لجوجل عن كل جهاز. زين باقي ال 200 شلون نزلت هواوي من سعر؟ اقولكم حبايب، اولا اسعار الرامات الدي دي ار 4 وبطاقات الذاكره اليو اف اس 3.1 و 3.0 نزلت عالميا بحوالي 50% وهي نهايه سنه 2019. ايضا رغبه هواوي بالاستمرار ومنافسه سامسونج وبيع وترغيب أكبر عدد ممكن من الزبائن لشراء أجهزتهم، وكلنا نعرف أنه عامل السعر عامل أساسي للزبون، وال200 دولار راح تخلي أي زبون يفكر مرتين ويطمع بالبي 40 رأسا. وهذا هو الهدف الأساسي لهواوي، أنه ترجع الناس تفكر بأجهزتها وتتجاوز مشكلة جوجل وخدماتها، لأن المستخدم راح يحصل فرق سعر كبير وجودة مصنعية وجودة تصوير وعتاد ممتازة. طبعا لهنا وخلصت سالفتنا اليوم عن البي 40 من هواوي. إذا ما عجبكم الفيديو فلايك، وإذا عجبكم فأيضا لايك، وها هي في أمان الله.